الله ناخد مع بعض دلوقتي تدريبات على الدرسين الثالث والرابع من الوحدة الثانية من كتاب المعاصر بداية من صفحة 86. جايب لي هنا تدريبات على فوكابلاري على المفردات. شوز اختر ذاكر وتأنصر الإجابة الصحيحة. رقم واحد: everyone here has been very friendly towards us. عايز يقول يعني الجميع هنا بيكون friendly يعني ودود، towards us يعني باتجاهنا. The synonym of the word friendly. synonym اللي هو المرادف، المعنى المرادف والمعنى من كلمة friendly يعني ودود. يعني ايه الكلمة اللي بتساويها في المعنى؟ kind يعني طيب، شخص ودود يعني شخص طيب، ugly ولا شخص قبيح، lazy يعني كسول، ولا sad حزين. طبعا الشخص اللي هو friendly الودود هو طبعا الشخص الايه؟ الشخص kind الطيب، بتسويها في المعنى. رقم 2: to get the noun from the adjective happy. عشان نحصل على the noun على الاسم، نجيب الاسم من the adjective، من الصفة happy. happy يعني سعيد، احنا بقى عايزين نجيب منها الايه؟ الصفة. we add، احنا بنضيف ايه؟ نجعل الكلمة دي كده ونضيف لها ايه؟ happy. هنضيف لها ايه؟ f-u-l A B L E I T Y N E S S. طبعا هنضيف لها ايه؟ هنضيف لها عشان تكون happiness هنضيف لها ال N E S S، هتبقى ايه؟ happiness. happiness اللي هي السعادة. يبقى كده انا حولتها من صفة اللي هي بمعنى happy سعيد الى happiness اللي هي السعادة. رقم 3: when something is incorrect، لما يكون في شيء غير صحيح او يكون في شيء خطأ. this means it is، ده معناه ان هو بيكون ايه؟ sad يعني معنى كلمة خطأ هي كلمة حزين sad، ولا happy يعني سعيد، ولا correct يعني صحيح، ولا wrong يعني خطأ. ايه بقى الكلمة اللي بتساويها في المعنى؟ لما يكون في شيء incorrect غير صحيح او خطأ، ده معناه it is ان هذا الشيء wrong يعني خطأ. والسؤال رقم 4: remember and forget. remember يعني يتذكر. لو انا عندي كلمة remember يتذكر، and forget وينسى، الاتنين بينهم ايه؟ بينهم بين بعض ايه؟ the same، هما الاتنين نفس الشيء يعني لهم نفس المعنى، ولا synonym اللي هو المرادف كل كلمة بتساوي التانية برضو في المعنى، ولا opposite ولا كل كلمة بتكون عكس التانية، ولا nouns ولا دي اسماء. طبعا كل كلمة عكس التانية. remember يتذكر، عكسها forget يعني ينسى. يبقى كل كلمة عكس التانية، يبقى دول مع بعض opposites اللي هو الايه؟ المضادات، او كل كلمة عكس التانية. رقم 5: to give the opposite of the adjective normal. عشان ان احنا نعطي the opposite، نجيب كده العكس من the adjective، نجيب العكس من الصفة normal. normal يعني طبيعي، احنا بقى عايزين العكس منها. we add the prefix، احنا بنضيف the prefix، بنضيف البادئة. حروف ايه كده بتجيلي في بداية الكلمة؟ in the beginning يعني في البداية، يعني في البداية هضيف prefix، هضيف بادئة ايه لكلمة normal. اجي كده في الاول واضيف حروف ايه؟ a b u n d i s r e. طبعا هنضيف لها ايه؟ a بتبقى abnormal. abnormal يعني غير طبيعي. كده انا جبت منها الايه؟ جبت منها، يبقى انا جبت عكس الصفة، غير طبيعي abnormal. جيب لي بعد كده صفحة 91، exercise تمرين on vocabulary عن المفردات. شوز اختار ذاكر وتأنصر الاجابة الصحيحة. والسؤال رقم 1 بيقول it's important to remove the. important يعني هام، بيكون هام جدا ان انت remove يعني يزيل، مهم جدا ان انت تزيل the نقط from the soil. نزيل ايه من the soil؟ اللي هي التربة الزراعية. to get a good crop، عشان نحصل على محصول جيد. المفروض نشيل ايه من التربة عشان نحصل على المحصول الجيد؟ climbing اللي هو التسلق، ولا weeding اللي هو ازالة الحشائش الضارة، إزالة الحشائش الضارة، ولا wedding اللي هو حفلة زفاف، ولا running الجري.
هنزيل ايه من التربة عشان نحصل على a good crop، محصول جيد؟ طبعا هنزيل weeding. weeding اللي هي الحشائش الضارة. ناخد بالنا بقى عند weeding اللي هي بالدبل اي دي معناها الحشائش الضارة، لكن weeding اللي هي بالدبل دي معناها حفلة. حفل ايه؟ حفل زفاف. جايب لي بعد كده صفحة 92 والسؤال الثاني في الاختيارات بيقول لي that's my sister، دي اختي. she is smiling نقط at the camera، عايز اقول هي بتبتسم ايه at the camera، بتبتسم ايه للكاميرا؟ happily يعني بتبتسم بسعادة للكاميرا، ولا carefully بحرص وحذر، ولا loudly، ولا بتبتسم بصوت عالي، ولا hungrily يعني بشراهة وجوع. طبعا هتبتسم للكاميرا ايه؟ بسعادة. يبقى she is smiling happily at the camera، بتبتسم بسعادة للكاميرا. رقم 3 the ship reached the not ship اللي هي السفينة. وصلت لايه؟ safely بأمان. this morning هذا الصباح. السفينة هتوصل لفين بأمان؟ السفينة هتوصل لإيربورت، السفينة هتوصل المطار، ولا ground الأرض أو الأرضية، ولا port هتوصل للميناء بأمان، ولا play ground للملعب. طبعا the ship reached the، السفينة وصلت إلى، وصلت إلى إيه؟ the port. the port اللي هو الميناء. والسؤال رقم 4 بيقول هنا he invited over 100 نقط for the wedding party. invited يعني دعا، يبقى عايز يقول يعني هو عزم او دعا اكتر من 100 ايه for the wedding party، لحفل الزفاف. لحفل الزفاف هيعزم مين بقى لحفل الزفاف؟ descriptions اللي هي الاوصاف، هيعزم اوصاف، ولا suitcases اللي هي الحقائب بتاعة السفر، ولا guests هيعزم الضيوف اكتر كده من 100 من الضيوف، ولا هيلز التلال هيعزم مين؟ واضحة طبعا هيعزم over 100 guests for the wedding party، اكتر من 100 ضيف لحفل الزفاف. رقم 5 we can catch a plane، نقدر نحن نلحق بالطائرة from a or an. طالما قال لي الطائرة هنلحق بالطائرة بقى منين؟ المكان الطبيعي للطائرة فين؟ port الميناء، هنروح كده الميناء عشان خاطر نلحق الطيارة، ولا رود الطريق هنلاقيها ماشية على الطريق، ولا airport ولا المطار، ولا way اللي هو طريق او وسيلة او طريقة. طبعا هنلحق الطائرة from من ايه؟ an airport، من المطار، من المطار from an airport. والسؤال رقم 6 to be scared of dangerous animals، ان انت تكون خائف من scared animals الحيوانات الخطيرة. اننا او انت نكون خايفين من الحيوانات خطيرة is a not feeling، دي مشاعر ايه بقى؟ funny دي حاجة تضحك، دي مشاعر مضحكة، ولا normal دي مشاعر طبيعية اما نلاقي حيوان مفترس كده او حيوان خطير نخاف منه، ولا lazy يعني كسول، ولا happy سعيد. يبقى to be scared of dangerous animals، ان انت تكون خايف من الحيوانات الخطيرة is a normal feeling، دي مشاعر طبيعية. رقم 7 the teacher not all his children kindly، عايز يقول المدرس بيعامل كل اطفاله بعطف وبطيبة، كل الاطفال اللي عنده بيعاملهم بعطف وبطيبة. invites يعني يدعو، هيدعو كل الاطفال بعطف، ولا treats بمعنى يعامل، ولا stands يعني يقف، ولا gets يعني يصل او يحصل على. يبقى the teacher treats all his children، بيعامل كل اطفاله بعطف وبطيبة. رقم 8 the skin of zebra is، skin اللي هو الجلد، الجلد بتاع الحمار الوحشي، جلد الحمار الوحشي بيكون ايه بقى؟ curly بيكون مجعد، worried قلق ومتوتر، sharp يعني حاد، ولا striped يعني مقلم ومخطط. طبعا جلد الحمار الوحشي بيكون ايه؟ is striped، بيكون مخطط. رقم 9 I am sitting under a tree، انا جالس تحت الشجرة and not eating my lunch، عايز يقوله بتناول الغداء بتاعي ايه؟ loudly، اتناول الغداء كده بصوت عالي، ولا hungry ولا بشراهة، بجوع كده وبشراهة،
ولا carefully يعني بحرص وبحذر، luckily يعني لحسن الحظ. طبعا انا قاعد كده under a tree تحت الشجرة and hungrily eating my lunch، وبشراهة كده بتناول وجبة الغداء الخاصة بيا. والسؤال العاشر بيقول لي هنا a knife has a knot edge، knife اللي هي السكينة، السكينة بيكون لها ايه حافة، ايه الحافة بتاعتها كده بتكون ايه wet يعني مبلل او مبتل، dry يعني جاف، شارب الحافة والحافة بتاعت السكينة بتكون حادة، ولا soft يعني ناعم او لين. يبقى a knife has a sharp edge لها حافة، الحافة بتاعتها بتكون شارب يعني حادة. رقم 11 you can put your knot on the plane when you travel، انت تقدر تضع ايه on the plane على الطائرة when you travel لما تسافر، لما بتكون بقى مسافر بتحط ايه على الطيارة، سوتس اللي هي البدلة او البدل جمع بدلة، بنسل كيس اللي هي المقلمات اللي هي المقلمة يعني جمع المقلمة، كيسس اللي هي الحقائب بتاعة السفر وانت مسافر كده بتحط الحقائب بتاعة السفر كده على الطيارة، ولا شوبينج ليستس اللي هي القوائم بتاعة التسوق، قوائم التسوق هتحطها على الطائرة. طبعا وانت مسافر هتحط على الطيارة ايه سوت كيس الحقائب بتاعة السفر on the plane على الطائرة عندما تسافر. رقم 12 I'd like to not a selfie with my friends as usual، عايز يقول انا بحب ان انا التقط كده صورة شخصية، سيلفي اللي هي الصورة الشخصية، احب كده اخد صورة شخصية، التقط صورة شخصية with my friends مع اصدقائي as usual يعني كالمعتاد. يلتقط صورة شخصية اسمها make a selfie، take a selfie، have a selfie، do a selfie، طبعا اسمها ايه take a selfie. take هنا بمعنى ايه يلتقط مش بمعنى يأخذ، بتيجي مع كلمة a selfie يلتقط صورة شخصية، وممكن تيجي برضو مع كلمة a photo يلتقط صورة، يبقى take a selfie take بمعنى يلتقط مش يأخذ. رقم 13 our not is a boy or girl age 13 to 19، الولد او البنت aged يعني البالغين من العمر، الولد او البنت اللي هم البالغين من العمر من 13 19 سنة، دول ايه بقى old man اللي هو رجل، رجل عجوز او كبير في السن، بيبي ده اللي هو الطفل الرضيع، ولا تشايلد اللي هو الطفل الصغير كده في السن، ولا تينيجر المراهق. طالما قال لي من 13 ل 19 سنة يقصد مين تينيجر المراهق، يبقى تينيجر. رقم 14 نقط means not paying enough attention، انت ما تديش كده انتباه بشكل كافي to what you are doing، الحاجة اللي انت بتعملها، تعمل حاجة كده من غير ما تدي لها اهتمام، مش منتبه، يبقى ده معنى كلمة ايه careful حذر وحريص، ولا crying اللي هو البكاء، ولا careless يعني مهمل، ولا waving اللي هو التلويح، حد كده بيلوح او بيشاور ايه بايديه. يبقى means not paying enough attention معناها ان انت ما تديش انتباه كامل to what you are doing للحاجة اللي انت بتعملها، ده معنى كلمة ايه careless، careless يعني ايه يعني مهمل. السؤال رقم 15 بيقول هنا after his parents death، بعد ايه موت او بعد وفاة باباه ومامته، علي لفت علي عاش ايه lonely، lonely يعني وحيد يعني كده شاعر بالوحدة، only يعني فقط، alone يعني بمفردي بمفرده لوحده كده ما فيش معه حد، ولا solo، solo اللي هو ايه العازف المنفرد، عازف منفرد solo. يبقى بعد وفاة او موت باباه ومامته علي lived alone عاش بمفرده، لكن lonely هنا الشعور نفسه الشعور بالوحدة. رقم 16 my uncle not married at the age of 25، عايز يقول عمي تزوج في عمر 25 سنة، made married ولا got married ولا gave married ولا had married، طبعا اسمها ايه got married يعني ايه تزوج في عمر 25. يلا ناخد مع بعض الوقت تدريبات على الدرسين الثالث والرابع من الوحدة الثانية كتاب المعاصر، بداية من صفحة 95 جيب لي هنا exercises on language، تدريبات على language على اللغويات، جيب لي هنا choose اختر the correct answer الإجابة الصحيحة. السؤال الأول A بيسأل و B بيرد عليه، بيقول هنا إيه how do you walk to school، كيف مشيت إلى المدرسة، هنا رد عليه وقال له I walk، walk يعني يمشي، أنا بمشي إلى المدرسة، بتمشي زي المدرسة، قال له I walk إيه quick بمشي سريع، ولا more quick ولا quickly ولا بمشي بسرعة،
ولا most quick؟ طب هنا عندي طالما السؤال بهل، لازم الإجابة بتاعتي بتكون بستخدم فيها الحال، يبقى أنا بوصف الفعل بالظرف أو الإيه؟ الظرف أو الحال. عايزين الظرف أو الحال، طبعا كويك اللي هي الصفة، لكن كويكلي بسرعة. أي ووك كويكلي، أنا بمشي بسرعة. يبقى بتمشي إزاي للمدرسة؟ قال له بمشي بسرعة. رقم اتنين، مستر كمال سبيكس انجلش فيري نوت. مستر كمال سبيكس يعني يتحدث، ده عندي فعل، انا عايزه اوصف الفعل بتاعي. هوصف الفعل بتاعي بالظرف او الحال. هوصف الفعل بتاعي بالحال. ويل انا بتحدث، او مستر كمال يتحدث اللغه الانجليزيه. ويل يعني بطريقه جيده، دي من الصفات اللي بتغير شكلها اللي هي جود. جيد من الصفات اللي بتغير شكلها لما بتتحول الى ظرف. باد سيء، ولا كلير واضح ونقي بطريقة يعني واضحة. احنا عايزين ايه؟ طبعا جود وباد وكلير دي كلها صفات مستبعدة، لان انا بوصف الفعل، بوصف يتحدث. بيتحدث ازاي؟ very well، بطريقة ايه؟ بطريقة جيدة جدا. رقم ثلاثة بيقول لي that children are singing، الاطفال بيغنوا. طبعا عندي ده فعل، عايز اوصف الفعل، هوصفه بايه بقى؟ الاطفال بيغنوا ايه؟ in the playground، في الملعب. تعالوا نشوف كده بقى، عايزين ظرف او حال. لاودلي بيغنوا، لاودلي بصوت عالي ولا لاود ولا عالي الصوت؟ عالي الصوت ده كده صفة، ولا مور لاود ولا موست لاود؟ طبعا بيغنوا بصوت عالي. بوصف سينجينج، بوصف يغني، بوصف الفعل بايه؟ بظرف او حال. يبقى لاودلي بيغنوا ايه؟ لاودلي يعني بصوت عالي. عندي بعد كده صفحة 96، والسؤال رقم 4 بيقول لي the cat is sitting in the sun. the cat is sitting يعني تجلس في الشمس. عايزة اوصف تجلس، عايزة اوصف الفعل، بوصف الفعل بالايه؟ بالحال. يبقى انا عايزة حال اوصف بيه الفعل. يبقى القطة تجلس في الشمس ايه؟ lazy اللي هو الكسل، او كسول. كسول lazy يعني بكسل، كده الظرف. يبقى دي الصفة ودي الظرف. لازيست وليزيار الكلام ده في حالة التفضيل، او في حالة لازيار في حالة المقارنة. عايزين نوصف، عايزين ظرف او حال نوصف به الفعل. يبقى the cat is sitting in the sun، القطة تجلس في الشمس. لازلي بكسل، لازلي بكسل. رقم 5، our football team won the match، عايز يقول الفريق بتاع كرة القدم، فريقنا لكرة القدم فاز بالمباراة. وان يعني فاز، فاز بالايه؟ بالمباراة. so لذلك they are smiling، عشان كده هما بيبتسموا. بيبتسموا ايه؟ انا عندي كده فعل اهو، عايز ان انا اوصف، هوصفه بايه؟ هوصفه بظرف او حال. happy بيبتسموا سعيد، ولا happiness اللي هي السعادة، ولا happily بسعادة، ولا مور هابي يعني اكثر سعاده او سعيد اكتر. طبعا بيبتسموا ايه؟ عايزين نقول بسعاده. بوصف الفعل يبتسم بظرف او حال، وهو ايه؟ هابيلي، بيبتسم بسعاده. بعد كده عندنا السؤال رقم 6، I didn't eat for a long time، احنا لم ناكل منذ فتره طويله. so لذلك I ate the sandwich، عشان كده انا اكلت الساندوتش. انا عندي كده فعل، اكلت ايه بقى؟ عايز اوصف الفعل، اوصفه بظرف او حال. تعالوا نشوف كده، hungry يعني جائع او جوعان، دي صفه. hungry يعني بشراهه او بجوع، ده كده الظرف. more hungry ولا hungriest؟ طبعا انا اكلت الساندوتش ايه؟ hungry يعني بشراهه، كنت جعان جدا وبقالي فتره طويله ما اكلتش، فاكلت الساندوتش بشراهه. رقم 7 بيقول لي there where كان يوجد some not questions، يوجد أسئلة إيه in the exam، في الإيه؟ في الامتحان. الامتحان بقى كان فيه أسئلة إيه؟ hardly يعني بالكاد، hard يعني أسئلة صعبة في الامتحان، ولا badly يعني بشكل سيء أو بطريقة سيئة، ولا easily يعني بسهولة. طبعا عندي hardly بالكاد، وعندي badly ظرف، وإزلي ظرف. طب إحنا عايزين نقول هنا there were some not questions، عندي اسم وعايزة أوصفه، هوصف الاسم بالصفة، يبقى أنا عايزة صفة. يبقى there were some hard questions in the exam، كان في بعض أسئلة صعبة في الامتحان. يبقى أنا جبت الصفة بوصف بيها الإيه؟ بوصف بيها الاسم. الصفة تصف الاسم وتأتي قبله. رقم 8، it was raining not yesterday، انها كانت تمطر yesterday بالامس،
عايزين نقول هنا نوصف raining تمطر، نوصف الفعل، نوصف الفعل عايزينه ظرف او ايه، ظرف او حال. heavy يعني غزير او ثقيل، the heavier ولا heaviest ولا heavily بغزارة او بشدة، انها كانت تمطر بغزارة او بشدة، بوصف الفعل بالظرف او الحال. رقم 9 my cousin is very not at playing tennis، ابن عمي بيكون ايه جدا في لعب التنس، يكون very best، best الافضل، better يعني افضل، هنا في التفضيل وهنا في المقارنة، good يعني بيكون جيد، is very good جيد جدا في لعب التنس، ولا well بطريقة ايه، بطريقة جيدة، ده كده اللي هو الظرف او الايه الحال. طب انا عايزة اقول ابن عمي بيكون جيد جدا، يبقى مع verb to be بنستخدم ايه، بنستخدم الصفة is very good، بيكون جيد جدا، يبقى good at يعني جيد ايه، جيد فيه. رقم 10 the plane flew، the plane flew يعني الطائرة، flew يعني طارت، الطائرة طارت، not in the sky في السماء، طارت عاليا جدا في الايه، في السماء، highly ولا easy ولا high ولا quick، طبعا high هي عندي هنا لو هي صفة او ظرف زي بعضها ما بتتغيرش، يبقى هنختار هنا ايه high، طارت بشكل عالي جدا في الايه، في السماء. السؤال بعد كده بيقول complete the sentences، كمل الجمل with the correct form بالشكل الصحيح of the word or words، كلمة أو الكلمات in brackets اللي بين الأقواس. نقرأ رقم 1 بيقول the teacher treats all her children، عايز يقول هنا المدرس بيعامل كل أطفاله، treats يعني يعامل، عايزين بقى نوصف الفعل، بيعامل كل الأطفال، عايزين كده ظرف أو حال، kind يعني طيب، عايزين نقول بطيبة أو بعطف، يبقى هنعمل ايه، هنكتب كده kind اللي هي ايه بمعنى طيب، وبعد كده نضيف لها ال واي، يبقى kindly يعني بعطف، بيعاملهم بطيبة. رقم 2 احمد went to the new school not، احمد راح للمدرسة الجديدة، راح للمدرسة الجديدة ايه، went، عايزين نوصف went، عايزين نوصف الفعل، عايزين ظرف او حال، يبقى sad هتبقى ايه، ادي sad، وبعد كده نضيف لها ال واي، تبقى sad يعني ايه، يعني بحزن، راح للمدرسة الجديدة بحزن. رقم 3 it was raining، انها كانت تمطر، but I arrived home not، لكن انا وصلت البيت، بوصف الفعل، بوصف الفعل بايه، بظرف او حال، يبقى هنقول هنا ايه safely، انا وصلت البيت safely يعني ايه، safely يعني بامان، يبقى بكتب كده الصفة بتاعتي سيف يعني امن، وبضيف لها ال واي، يبقى safely بامان، وصلت للبيت safely بامان. رقم 4 always speak not to your parents، دايما تحدث ايه لوالديك، speak يتحدث، عندي فعل عايزه له ظرف او حال، هنا صفة عايزين نحولها الى ايه، الى ظرف او حال، يبقى دي quiet، هنضيف لها الايه ال واي، معظم الصفات بضيف لها ال واي وبحولها الى حال، يبقى quietly تحدث، quietly يعني تحدث بهدوء مع والديك، my friend صوز not bad، عايز يقول صديقتي بتخيط ايه بشكل سيء، عايز هنا اوصف الفعل، فعل يخيط، عايز اوصف الفعل بايه، اوصف الفعل بظرف او حال، الظرف او الحال بدل bad هيبقى ايه، ادي عندي bad، ادي الصفة وضيف لها ال واي، هيبقى badly، بتخيط كده بطريقة سيئة او بشكل سيء. رقم 6 بيقول نادر plays basketball not، عايز يقول نادر بيلعب كرة السلة جيد ولا بيلعب بطريقة جيدة، بوصف الفعل، بوصف الفعل بايه، بظرف او حال، الظرف او حال من got طبعا بيتغير شكلها، بتبقى ايه well، يعني ايه well يعني بطريقة جيدة، بيلعب كده كرة الايه السلة بطريقة ايه، بطريقة جيدة. رقم 7 علي speaks very not، عايز يقول لي علي بيتحدث ايه بسرعة جدا، speaks يتحدث، عندي فعل، الفعل عايزة اوصفه، هوصف الفعل بظرف او حال، الظرف او حال من quick، quick اصلا يعني سريع، بكتب كده الصفة بتاعته وبضيف لها ال واي، يبقى quickly بسرعة. رقم 8 at the end of the party في نهاية الحفل the guests left، الضيوف غادروا، في نهاية الحفل كده الضيوف غادروا، بوصف الفعل، بوصف الفعل بالظرف او الحال، at slow يعني بطيء، ينفع اقول الضيوف غادروا بطيء ولا ببطء، طبعا ببطء. رقم 9 he answers the questions، هو بيجيب على الاسئلة، الفعل يجيب، انا عندي الفعل هوصفه ظرف او حال، عندي easy عايز اقول بسهولة،
عندي ايزي بتنتهي بالواي، تحذف الواي وتقلب الى اي وبضيف ال واي عشان احولها الى ظرف. ازلي يعني بسهولة، هما او هو بيجاوب على الاسئلة ايه؟ ازلي بسهولة. رقم 11، احمد is reading loud. احمد بيقرأ عالي الصوت ولا بصوت عالي؟ طبعا بوصف الفعل، بوصف الفعل عايزة له حال. طب loud يعني هو عالي الصوت، عايز احوله لظرف او حال، هيبقى loud وبضيف لها ال واي، هيبقى loud ليه؟ يعني ايه؟ يعني بصوت عالي. ناخد مع بعض دلوقتي جنرال اكسرسايزز، تدريبات عامة على الدرسين التالت والرابع من الوحدة التانية من كتاب المعاصر للصف الثاني الاعدادي. بيقول هنا صفحة 98، listen and choose، استمع واختر، ذاكر واكتب انصر الاجابة الصحيحة. بيجيب لي نص، بستمع للنص ده كويس جدا، وبعد كده ببدأ ان انا اجاوب على الاربع اسئلة اختيارات. listen to me، اسمعوني كده. النص بتاعنا بيقول عادل is a normal teenager، عادل مراهق طبيعي، but he often feels worried about things، لكن هو غالبا بيشعر بالقلق بخصوص الأشياء. عادل gets texts from his friends، عادل بيحصل على الرسائل النصية من أصدقائه. عادل's friends، أصدقاء عادل say that they all do exciting things، أصدقاء عادل بيقولوا ان كلهم بيقوموا بيه او بيعملوا اشياء exciting يعني اشياء مثيرة. جايب لي هنا اول سؤال، عادل is a or an teenager، ده بيكون بقى مراهق ايه؟ بيكون مراهق strange يعني غريب، ولا normal يعني طبيعي، مراهق طبيعي كده وعادي يعني، ولا crazy مجنون، ولا abnormal يعني غير طبيعي او غير عادي. طبعا بجاوب على حسب اللي انا سمعته من النص. طبعا بيكون عادل is a normal teenager، مراهق طبيعي. رقم 2، عادل often feels، عادل غالبا feels يشعر، بيشعر بايه؟ about things، بخصوص الاشياء. word بيشعر كده بان هو قلق بخصوص الاشياء، ولا sad حزين، ولا happy سعيد، ولا angry يعني غاضب. طبعا بيشعر بان هو worried قلق بخصوص الاشياء. رقم 3، عادل gets notes from his friends، عادل بيحصل على ايه من اصدقائه؟ texts اللي هي الرسائل النصية، ولا subjects المواد والموضوعات، ولا hobbies بيحصل على الهوايات من اصدقائه، ولا sports اللي هي الرياضات. طبعا بيحصل على texts اللي هي الرسائل النصية from his friends من اصدقائه. رقم 4، عادل's friends، اصدقاء عادل say that they all do not things، بيقولوا ان كلهم بيقوموا او بيعملوا اشياء ايه بقى؟ big يعني كبير الحجم او ضخمة، ولا happy بيعملوا اشياء سعيدة، ولا exciting ولا بيقوموا باشياء مثيرة، ولا good اشياء جيدة. طبعا احسب ما ورد عندي do exciting things، بيقوموا باشياء exciting يعني اشياء ايه؟ مثيرة. جيب لي بعد كده السؤال الخاص بالمحادثة والحوار، complete the following dialogue، اكمل الحوار التالي. وجيب لي اول سطر ده بيكون مهم جدا، بيعرفني المحادثة بتتكلم عن ايه. بقرا المحادثة كلها وبترجمها وبفهمها وبراعي وانا بحل زمن المحادثة. اول سطر بيقول لي هدى استلين جنى، هدى تخبر جنى، هدى تخبر جنى some information، بعض الايه؟ المعلومات. بتقول لها بعض المعلومات about her family، عن أسرتها أو عن العيلة بتاعتها. جانا بتقول لها هلو هدى، أهلا يا هدى، can I ask you some questions، ممكن أسألك بعض الأسئلة. الحوار دار أكيد طبعا، هتقول لها إيه؟ هترد عليها التحية هاي جانا، وبعد كده هتقول لها شعور بالتأكيد، تفضلي اسألي زي ما انت عايزة. فهنا جانا هتسألها سؤال، هدى هتقول لها they lived in طنطا، هما عاشوا في طنطا. جانا بتقول لها what did your grandparents or grandfather do، طب جدك بيشتغل ايه؟ فهنا هدى قالت لها حاجة، فجانا بتقول لها really، وسألتها سؤال. هنا هدى قالت لها yes he grew lot of fruit trees، بيزرع اشجار فاكهة كتير. جانا قالت لها what about your grandmother، تمام عن جدتك؟ جدتك. فهنا هدى بتقول لها she was a housewife، ده هي كانت ربة ايه؟ ربة منزل، يعني هي ما بتشتغلش، هي كانت ربة منزل. يبقى هي بتسألها عن ايه؟ عن اجدادها. هنا بتقول لها they lived in طنطا، هم عاشوا في طنطا، يبقى هتقول لها عيلتك عايشة فين او كانت عايشة فين. هنقول هنا اين يعني where، وبعد كده عندي lived الفعل في الماضي، يبقى باخد عندي في السؤال الفعل
المساعد عندي هيبقى did. وبعد كده ازاي هنقول مثلا ان هما your family، عيلتك، your family، your family، where did your family، اين اسرتك، وبعد كده الفعل في المصدر وهو ايه live، يعيش، اين عاشت ايه اسرتك. هنا قالت لها في طنطا، فجينا بتقول لها what did your grandfather do. هنا طبعا هدى بتقول لها هو زرع كتير من fruit trees، اشجار الفاكهة، يبقى بيشتغل ايه، بيشتغل مزارع. هنقول هنا ايه، هو كان مزارع لان بسأل في الماضي، يبقى هو كان ايه، a farmer، يعني مزارع، a farmer، هو كان a farmer، ده هو كان مزارع. فهنا جينا بتقول لها really، حقا. وده بتقول لها هنا yes he grew a lot of fruit trees، ايوه هو زرع كتير من اشجار الفاكهه. يبقى السؤال كان بهل، هل هو زرع اشجار فاكهه؟ هسال بالماضي بديد والفعل والمصدر، يبقى ديد وبعد كده هي هتطلع زي ما هو، او زي ما هو يعني هي هيطلع زي ما هو كده، هي في السؤال did he، وبعد كده الفعل في المصدر مع did، يبقى grow، grow، هل هو زرع ايه، زرع fruit trees، اشجار فاكهة، fruit trees، did he grow fruit trees، هل هو زرع اشجار فاكهه؟ قالت لها اه زرع كتير. فجنى بتقول لها what about your grandmother، ماذا عن جدتك، يعني هي كمان بتشتغل ايه. هدى قالت لها حاجه، وقالت لها she was a housewife، هي كانت ربه منزل، يبقى هي لا تعمل، يبقى she didn't work، هي لا تعمل، she didn't work، انها لا تعمل. بعد كده السؤال الخاص بالاختيارات، شوز، اختار، ذاكر وتعنصر الإجابة الصحيحة. رقم واحد، this is a photo of my parents not، ديت بتكون صورة لإيه، لوالدي، لبابايا ومامتي، they are very happy، ده هم كانوا سعداء إيه جدا، هم كانوا سعداء جدا، happy، سعيد. يبقى دي صورة الإباء، weeding، لإزالة الحشائش الضاره، دي صوره لازاله الحشائش الضاره، ولا ويدنج لحفله الزفاف بتاع بابايا ومامتي وكانوا سعداء، ولا مارد يعني تزوج او متزوج، ولا كراودز اللي هو الحشد او الجمهور. يبقى this is a photo of my parents wedding، دي صوره لحفل زفاف بابايا ومامتي وهم كانوا ايه، هابي، سعداء. رقم 2، I am waiting to get on a plane for the first time، عايز يقول انا منتظر ان انا get on، يعني يركب، منتظر كده ان انا اركب الطائرة for the first time، للمرة الاولى، ده انا منتظر كده ان انا اركب الطائرة للمرة الاولى، الاول مرة. يبقى I am waiting، انا منتظر ايه، انا عايزة كده بقى بوصف الفعل بظرف او حال، badly بنتظر بشكل سيء، ولا loudly بنتظر بصوت عالي، ولا excitedly بنتظر بحماس، ولا ليزلي بنتظر بكسل، ده انا هركب الطيارة لأول مرة، يبقى انا منتظر ايه، منتظر بي excitedly، بحماس. رقم 3، you can not a plane from an airport، تقدر تلحق الطائرة من الايه، من المطار، hit يعني يضرب، miss يعني يفقد او يفتقد او يفوت يعني او يوحش شخص، catch يلحق بي او يصطاد برضو، درايف يقود، ممكن ان ايه تقدر ان انت تلحق الطيارة من المطار، يبقى catch a plane يعني يلحق بالطائرة، catch a plane. جايب لي صفحة لقصتها، صفحة 99، والسؤال رقم 4 بيقول لي most students، معظم students، معظم الطلاب، معظم الطلاب play happily، بيلعبوا happily يعني بيلعبوا بسعادة، in the school not، في ايه للمدرسة، الاطفال هيلعبوا فين في المدرسة، ميوزيم في المتحف، ولا بلاي جراوند الملعب بتاع المدرسة، ولا لايبري ولا هيلعبوا في المكتبة الخاصة بالمدرسة، ولا بورت الميناء، طبعا هيلعبوا فين، هيلعبوا في الملعب بتاع المدرسة، in the school playground، في ملعب المدرسة. رقم 5، be careful يعني كن حذر
أو كن حريص. The knife is very. السكين إيه؟ احترس كده. السكين ماله؟ grateful يعني شاكر وممتن. sharp يعني حاد. dry يعني جاف. ولا wet يعني مبلل أو مبتل. طبعا احترس. السكين إيه؟ is very sharp حاد جدا. رقم 6 in the not of the photo. في اهل الصورة we can see a man sitting under a tree. احنا بنلاقي كده رجل جالس تحت الايه الشجرة. in the ground. ground اللي هي الارض او الارضية. الارضية بتاعت الصورة. ولا underground يعني تحت الايه تحت الارض. ولا top يعني اعلى. ولا middle يبقى in the middle of. in the middle of يعني في منتصف او في وسط الصورة او في منتصف الصورة. نقدر نشوف كده رجل جالس تحت الايه الشجرة. رقم 7 I'd like to invite you to my wedding party. عايز يقول اود ان ايه to my wedding party لحفلة الزفاف. هعمل ايه لحفلة الزفاف. catch يعني يلحق بي. ولا wait يعني ينتظر. ولا invite يعني يدعو. احب كده ان انا ادعيك واعزمك لحفلة عيد زفافي. ولا treat يعني يعامل او يعالج. يبقى I'd like to invite you. احب ان انا ادعوك واعزمك على حفل ايه عيد ميلادي او على حفل زفافي. رقم 8 علي did his homework. علي عمل واجبه المنزلي. so لذلك the teacher punished him. عمل الواجب ازاي عشان كده المدرس عاقبه. careless يعني عمل الواجب مهمل. ولا carelessness اللي هو الإهمال. ولا more careless. ولا carelessly بإهمال. طبعا أنا بوصف إيه بوصف الإيه اللي هو عمله. did يعني فعل أو قام أو أدى الواجب بتاعه. بوصف الفعل عايزين ظرف أو حال يبقى carelessly بإهمال. عمل الواجب بتاعه carelessly يعني بإهمال. رقم 9 سلمى is a not cook. سلمى طبخة إيه. well يعني بطريقة جيدة. ده كده طبعا ظرف او حال بطريقة جيدة. ولا good يعني طباخة جيدة. ولا badly يعني بشكل سيء او بطريقة سيئة. ولا slowly يعني ببطء. يبقى سلمى is a good cook يعني طباخة جيدة. طيب انا هنا اخترت صفة ليه؟ لان مع verb to be وعندي هنا كمان اسم. يبقى الصفة تصف الاسم وتأتي قبله. ومع verb to be بنستخدم هنا ايه الصفة. is a good cook طباخة جيدة. والسؤال رقم 10 بيقول لي هنا there are sharp rocks. يوجد صخور sharp يعني صخور حادة. هنا صور ذلك you have to be لازم تكون ايه بعد verb to be عايزين صفة. لازم تكون careful حذر وحريص. ولا carefully بحذر وبحرص. ولا carelessness يعني ايه اللي هو الاهمال. ولا carelessly ولا باهمال. طبعا لازم تكون careful حذر وحريص. جيب لي السؤال الرابع هنا بيقول لي complete the sentences. كمل الجمل with the correct form بالشكل الصحيح of the word or words بالكلمة أو الكلمات in brackets اللي بين الأقواس. السؤال رقم 1 بيقول لي هنا don't go to school نقط. وجيب لي هنا latest. عايز أقول يعني لا تذهب إلى المدرسة متأخرا. يبقى هنا عايزة إيه؟ عايزة الظرف أو حال. عايزة الظرف أو عايزة الحال وهو إيه؟ late. late هنا بمعنى متأخر ومتأخرا. بتمشي صفة وبتمشي حال الاتنين مع بعض. يبقى late بمعنى متأخرا. رقم 2 my sister speaks very not. عايز اقول اختي بتتحدث ايه بهدوء جدا. بوصف الفعل بظرف او حال. quiet ديت ايه صفة. يبقى عايز اقول ايه quietly يبقى بهدوء. اختي بتتحدث quietly بهدوء. بعد كده رقم 3 the children are singing not in the playground. الاطفال بيغنوا ايه في الملعب. طبعا انا بوصف الفعل بوصف الفعل بظرف او حال. loud يعني عالي الصوت. عايز اقول بصوت عالي هيبقى ايه loudly يعني بصوت عالي. بعد كده السؤال الرابع بيقول the friends are smiling نقط. الاصدقاء بيبتسموا. يبتسموا عايز اوصف الفعل. يبقى انا عايزه ايه عايزه حال. يبقى happy الفعل عندي او الصفه اسف عندي بتنتهي بالواي هتبقى happily بسعاده. بحذف الواي وتقلب الى اي وبضيف ال واي يبقى بسعاده. بيبتسموا بسعاده.